صباح الخير يا زلمة، طبعا يفتح الفن الصباح لشركة توينز بروكر يقدم لكم كلمة اليوم 31 يوليو 2023، وهنتكلم مع بعض الفيديو بتاعنا عن اليورو مقابل الدولار الأمريكي. ثلاث سلبية اليورو مقابل الدولار الأمريكي وعودة لبعض الأداء السلبي مرة أخرى خلال الفترة الصباحية لليوم، وده راجع أكيد في المقام الأول لانتظار وترقب البيانات الأوروبية الهامة، طبعا أهمهم بيانات التضخم وبيانات النمو الأوروبي، وده راجع أكيد طبعا بعد خصوصا بعد تصريحات كريستين لاجارد والتي أكدت فيها أنهم متابعتهم للبيانات هي لا يتوقف عليها مزيد من رفع الفائدة أما توقف عن إنهاء دورة التشغيل. دي كانت أهم البيانات ومن الأخبار، وذلك ننتقل مع بعض نشوف شارت توقعاتنا ليه على مدار. زي ما واضح معانا على الشارت طبعا حالة التباين ما بين طبعا تقاطع متوسط سعر الأسفل وثبات سعر أسفلهم وثباتوا أسفل نقطة المحورية والأداء السلبي على مؤشر السار بوجود نقاط أعلى السعر، ومن ناحية أخرى نلاقي إيجابية على الإي إم إي على الستوكاستيك وعلى الفلات تريند. ولذلك هنلتزم الحياد وننتظر كسر 990 لأسفل، وقتها المجال هيكون مفتوح ل 940 وراها ل 865، وده طبعا في حالة إن جاءت البيانات في الإطار السلبي. ولكن في الناحية التانية وحدوث أي مفاجآت هيعود مرة أخرى ممكن اليورو الأداء الإيجابي، ولكن هننتظر كسر ال 11 10 وراها ال 95 وآخر نقطة عند 1240. وكده زي ما متابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.